يعني ازاي بتشوف المشهد يعني في النهارده في الخروج في قرار اخلاء السبيل ثم حبس مبارك على ذمه قضيه قصور الرئاسه ثم المشهد كله اجمالا يعني يبدو مربكا للناس، يعني في بعض الناس فرحانه في بعض الناس بتطالب بان هو يخرج قانونا، ازاي انت قاري المشهد ده يا استاذ عصام؟ بص انا هقول لك حاجه، يعني بشيء من الترتيب نبدا بالاخر، نبدا بالناس اللي فرحانه، لا شك ان في ناس فرحانه وفي ناس بتستنى اليوم ده، وهي الناس اللي كانت منتفعة من عصر مبارك وهتظل مدى الحياة تندم على أيام مبارك وعلى الاستفادة التي كانت تستفيدها في أيام مبارك. بعضهم كان في بعض السلع بيكون في اليوم الواحد بالعشرة و15 مليون، بعضهم في الأراضي كان بيتاجر وبيضارب وبيسقع أراضي بعد ما بياخدها من الدولة بتكسب عشرات الملايين أيضا، بعضهم في البورصة كان بيضارب كان بيوصل نفس الأرقام وأكثر من الأرقام دي. وبالتالي فكره ان في دول متنفذين، دول بيملكوا اجهزه اعلام وبيملكوا مشروعات وبيملكوا ادوات التاثير على الراي العام، فدول عوامل ثابته في كل وقت وحين وفي كل حدث هيعبروا عن وجهه نظرهم اللي هي في النهايه مش هيلاقوا في الدنيا كلها مكان زي مصر ولا في الازمان زمن زي زمن مبارك يحققوا الارباح اللي هم حققوها. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عايز اضيف للاسباب اللي انت تفضلت بذكرها، انا متفق معاك تماما في كل اللي انت قلته، بس انا بضيف عليها حاجه كمان اللي هي اسباب ما وصلنا اليه. من ضمن اسباب ما وصلنا اليه ان هناك رموزا تحتل مواقع هامه في مؤسسات هامه جدا واهمها المؤسسات القضائيه تدير هذا الموضوع يوميا. هذه الرموز ايضا تربحت وحصلت على اموال وهدايا ومنقولات وغير ذلك ووضعتها في قروشها وبطونها وجيوبها وردت بعضها ولم ترد البعض الاخر. هذه الرموز تدير هذا الموضوع. ايوه بس اللي اخلى سبيل مبارك النهارده يعني قاضي ملوش علاقه باللي انت بتقول عليه. مش بتكلم على القاضي اللي اخلى سبيل، يعني بتكلم على حاله من عدد من القرارات والاحكام التي اخلت سبيل 90% من رموز النظام السابق، سواء كان احكام بالبراءه او باخلاء السبيل وفقا لقانون الحبس الاحتياطي قانون الاجراءات. هل بتحط اللوم على القضاء ولا على الاجهزه التي لم تتعاون؟ في فرق بين القضاء، في فرق بين حاجتين، في فرق بين القضاء ورموز قضائيه. القضاء عندنا قضاء بخير ولا زال الجزء الاكبر من القضاء عندنا بخير وسوف يظل يواصل البصير وسوف يعيد الحقوق الى اصحابها باذن الله، وهو ده القضاء اللي هيجيب لنا ان شاء الله باذن الله حقوق الشهداء. انما في رموز قضائيه كانت مستفيده ايام مبارك، يعني مثلا من ضمن الرموز القضائيه التي كانت مستفيده ايام مبارك بعض الرموز التي اعتدت واستولت على اراضي الغير، بعضهم اخذ اكثر من 200 فدان واللي كانوا قاعدين في الاراضي حبسهم النهارده. طيب يعني انا عايزك تكلمني شويه يا استاذ عصام بعد اذنك على الواقعه اللي احنا فيها دي دلوقتي. هل مبارك بهذه الوقائع؟ معلش يا خالد، بص معلش، في حتت انا لما باجي اقرب منها انت بتحب تبعد عنها، انا بتكلم فيها لازم عشان الصوره تكتمل لازم اقول ان هذه الرموز القضائيه هي التي تدير المشهد اللي انت بتتكلم. لا مش ببعد عنها، بس فكره حضرتك واضحه، فكرة حضرتك واضحة، أنا بس عايز السؤال بتاعي دلوقتي، إيه اللي هيحصل؟ هكمل لك النقطة. هذه الرموز التي تدير هذا المشهد لابد أن نفصل بينها وبين الخلافات الثورية، بمعنى إيه؟ النهاردة لا شك أن الذين قاموا بالثورة انقسموا قسمين. مش عايز أدخل في تفاصيل القسم أنهون الأكبر والقسم أنهون الأقل، ولكن الحاصل أن انقسموا قسمين. هذه القسمة أو هذا الخلاف شيء وما يحدث شيء آخر. ما يحدث هو أن النظام القديم يريد أن يعود مهددا القسمين، وبالتالي من مصلحة القسمين ويجب عليهم، مش من مصلحة بل ينبغي عليهم ويجب عليهم أن هم يعودوا مرة أخرى ليواجهوا طاولة حوار بس انت عارف ان الخصمين دول كل واحد فيه شروط، كل واحد بيعاند على الثاني يا استاذ عصام، يعني كل واحد بيعاند على الثاني. انا رايي انا متفق معاك ان الانقسام اللي موجود دلوقتي هو سبب انه كل حاجه بقت خارج السيطره بما فيها هذه الملفات القانونيه، لكن في الحقيقه ما هو كل واحد بيعاند من طرف، يعني المسؤوليه هنا تقع على مين. انا اتصور ان الايام القليله القادمه ستشهد ذوبان لهذه الحاله التي بين الفرقاء الثوريين والاصدقاء الثوريين الذين كانوا بالامس يقفون موقفا واحدا. الايام القادمه هتشهد تجمع وهتشهد وحده بينهم وهتشهد تعاون من اجل مواجهه الثوره. ده تحليل ولا معلومه؟
جزء كبير جدا جدا منه معلومه. اتصالات تجري الان على قدم وساق بين الكل. الكل الان قلق جدا من محاوله اعاده النظام القديم او عوده النظام القديم مره اخرى. الكل الان يتباحث وفي اجتماعات. يعني هيحصل مبادره مثلا مختلفه من الرئاسه، حاجه نوعيه هيحصل. تغيير حكومه، اقاله نائب عام، المطالب الكلاسيكيه. انا لست متحدثا باسم الرئاسه. الرئاسه ما عنديش فكره هي جوه هتحصل فيها ايه، انما اللي انا عارفه ان الذين كانوا بالامس يقفون اكتافهم بجوار بعض في الثوره هم الان يتحاورون مره اخرى مع بعضهم البعض، وسوف يتجاوزون ما بينهم من خلافات، وسوف يقفون موقفا واحد في الايام القديمه القليله القادمه. ده اللي انا متاكد منه. انا اتمنى. بس عايز اسالك سؤال تاني ليه علاقه بال، يعني حضرتك عقبت قلت انه في ناس سعيده طبعا بالكلام اللي حصل النهارده وبتطورات قضيه مبارك، بس خلينا نتكلم باصوات ناس ربما بيشوفونا دلوقتي لا هم من المنتفعين ولا هم من اللي حصلوا على اراضي ولا اي حاجه من كده، وحاسين انه البلد خلال الفتره اللي فاتت بتدفع ثمن باهظ جدا، وان مفيش رجال دوله يحكمون السيطره على امور البلاد، وان احنا رايحين للأسوأ كل شويه. فربما دول لديهم نوع من الحنين لعصر الامن والاستقرار، وانه مكان يمشي في الشارع في امن ومفيش اللي بيحصل دلوقتي. هل مش شايف انه في اخطاء حاصله على المستوى السياسي وعلى المستوى الحكومي وعلى المستوى الرئاسي ايضا بتؤدي الى انه الناس احيانا ممكن تخسر تعاطفها مع السلطه القائمه ومع الثوره التي قادت الى هذه السلطه؟ انا متفق معك تماما، والاجابه قولا واحدا، يوجد اخفاق، مش يوجد اخطاء، لا اكتر من الاخطاء بشويه، يوجد اخفاق من اداء الرئاسه واداء مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه، لا شك في هذا، ده كلام لا خلاف عليه. تمام. واخطاء بالجمله كمان، مش اخطاء عاديه ولا اخطاء بسيطه ولا اخطاء، الله يفتح عليك. انما اللي انا عايز اقوله بقى ان الناس اللي انت تقصدهم الان يوازنون بين امرين، بين اخطاء حاليه صادره عن اهل الحكم الان، وبين اخطاء سابقه مشوبه بالفساد والاستبداد والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ. صحيح. خلاص؟ بالتالي اي مقارنه دائما ستذهب الى صالح النظام الحالي. النظام الحالي بيخطئ، النظام الحالي بيطلع قرارات خاطئه في كثير من الاحيان، النظام الحالي بيتاخر عن اتخاذ قرارات في كثير من الاحيان، ولكن لا شك اننا اذا قارنا بينه وبين النظام السابق نجد ان النظام السابق كان بيسرق مصر، بيسرق ثروات مصر، بيبيع مصر، بيدمر شباب مصر، بيحرق مصر. خلاص؟ ويعني ولا يعترف بشيء، لا غير معترف بالشعب. استاذ عماد الدين اديب بيقول انه خلال فتره حكم مبارك استطاع الرجل ان يمنع عن مصر كوارث كبرى في مجال الامن القومي، فلم يتورط في حروب اقليميه، واختار القرار السليم بالوقوف ضد الغزو العراقي، ومنع التدخل الامريكي السافر في السياسه الداخليه مع احتفاظه بعلاقه خاصه مع واشنطن، بالاضافه الى معدلات النمو اللي كانت بيشهدها زمن حسني مبارك، والدليل انه كان سايب احتياطي نقدي بمقدار 37 مليار دولار. ده جزء من مقال عماد اديب اللي كاتبه في الشرق الاوسط بيدعو فيه لاطلاق سراح مبارك. انا ليا طلب عندك. اتفضل. عشان تعرف الفرق بين نظام حسني مبارك ونظام الدكتور مرسي، بلسان وبصوت الاستاذ عماد اديب انا هقترح عليك في برنامجك الجميل انك تجيب لقطتين. اللقطه الاولى جزء من حوار عماد اديب وهو قاعد قدام حسني مبارك، الحوار الشهير بتاعه، فاكره قبل انتخابات الرئاسه، التجديد بتاع الرئاسه بتاع حسني مبارك، فاكره؟ انا عايز اتكلم في الفكره يا استاذ عصام. هو ده الفرق بيني وبين حضرتك. ما تستنى بس، انا بحب اتكلم في الفكره، انت هتتكلم في الاشخاص. لا 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 لا، الاستاذ عماد اديب لما كان بيتكلم في فكر، ما كانش بيتكلم كلام فاضي، لا كان بيتكلم كلام مهم. خلاص؟ وتجيب اي صحفي او اعلامي بمن فيهم خالد صلاح وهو بيتكلم على الرئيس مرسي. بس عايز الفرق بين نظام مبارك وسياسه مبارك وشخص مبارك، وبين نظام مرسي وشخص مرسي وسياسه مرسي، هات مين كان بيتكلم على مبارك او بيتكلم قدام مبارك وهو عامل ازاي، ومين بيتكلم قدام مرسي وهو عامل ازاي، عشان تعرف الفرق بين. لا مش فاهم. رقم واحد. رقم اثنين. مش فاهم. ما انا هفهمك. رقم اثنين، الاستاذ عماد اديب قال كمان حاجه مهمه قوي لما قامت الثوره في البدايه، قال اقسم بالله، قال كده اقسم بالله ان الايام ستثبت
ان اللي جم عملوا الثوره اجانب ومعاهم جوازات سفر واتمسكوا في ميدان التحرير وبيتحقق معاهم ونتائج التحقيق هتظهر قريبا. دي اثناء الثوره قال كده الاستاذ عماد اديب. كويس. وبالتالي انا بس هو نفسه عماد اديب اللي قال قبل الثوره بكتير جدا بعده اشهر في حوار مع الاعلاميه المرموقه منى الشاذلي قال انه انا بطالب مبارك بالخروج الامن الان قبل ان تسوء الاوضاع، وكان عنده نبوءات وحذر مبارك وطلبه بالخروج الامن، يعني عشان نحق الحق يعني للناس. ما انا بكلمك دلوقتي برضه، ما انا بقول لك هو قال ايه خلاص. فانا الحقيقه الشخص عندي وكلامه ما يفترقوش عن بعض. ما انت عايز تقول لي فلان الفلاني بيقول، اقول لك فلان الفلاني ده انا تقديري له ايه ونظرتي له ايه. تمام. وبالتالي عشان نفهم كلامه كويس نجيب كلامه قدام مبارك. طيب. الحوار الكبير بتاعه ثم كلامه مع عن. انا بشكرك جدا استاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والمحامي الكبير معلقا على الاوضاع القانونيه.